عامة انا عايز ابدا ديلي فلوج فيديوهات يوميه. المطره بتمطر وانا واقف تحت البتاع، معرفش اصلا الكاميرا دي ووتر بروف ولا لا. خلال الله انا عايز ابدا انزل فيديوز كل يوم، ولكن يعني في حاجتين. اولا دي ضيقه قوي، مش عارف هتيجي ولا لا. ضيقه خالص. اوه يا لهوي يا لهوي على اللمسه. ماشي، دي شويه البطاطس. الله عليا. الفكره ان في الديلي فلوجز او الواحد يعني يعمل فلوجات على طول، ان لازم يبقى في يعني في حياه الواحد حاجات كتير بتحصل او اكتيفيتيز بتحصل كل يوم علشان يقدر يعني يصور او ينزل حاجه جديده. انا للاسف يعني بيدور في حياتي حاليا مش حاجات كتير ان انا اقدر اطلع بيها بفلوج، ولكن اللي بيدور حواليا واللي بيتغير كتير قوي كتير، اللي هو بحس ان انا كل يوم عايز اتكلم فيه، عايز اعمل فيديو احكي عنه، بس في نفس الوقت عايز اربط الفيديو بفكرة الفلوج ان انا بصور يومي وفي وسط اليوم اتكلم عن الموضوع اللي شغل دماغي او اللي عايز ادي فيه نصيحة او اللي عايز اتكلم عنه، لاني مش عايز مجرد بس انا قاعد في الاستوديو ولا في المكتب ولا في البيت وبتكلم وخلاص. ده افطاري يوميا تفاحة، فعلشان كده انا موعدش بفيديوهات كل يوم، ولكن اللي انا هوعد بيه ان انا عايز افتح الكاميرا واصور. والله بجد وحشتوني قوي المنظر ده، وحشتي. غريبة او كلمة وحشتوني اصلا، يعني ما اعرفش مين بيتفرج ومش شايف وشوشكو اصلا. بس الغريب في الموضوع ان كوكو ركنت العربية. بصوا علامة الاودي خلاص اهي اهي، بقى عمر ماجايفر نفسه مش هيعرف يركن الركنة دي. الكاميرا اتغرقت وما زال شغالة. على فكرة مش ووتر بروف، انا اللي ووتر بروف. قبل ما اخش في موضوع الفيديو بتاع النهارده، خليكم معايا بس ثانيه واحده. في افكار فيديوهات عندي كتيره جدا، بس هي غريبه فعليا، يعني انا ما شفتش حد عملها. تمام، فانا هقول لكم فكره النهارده منهم وانتوا تقولوا لي ايه رايكم. تحبوا تتفرجوا على حاجه زي كده؟ هل هتشجعكم حاجه زي كده ولا فاكس؟ الفكره كالاتي: ده المفروض ان الدولاب بتاع الاوراق عندنا، المانيا بلد الاوراق، فانت بتخزن اوراق كتير. تمام، ولكن انا سارق منه ظرفتين حاطط فيها جزء من العده بتاعتي، فالعده دي كلها لازم يا معلم تتروق وهتنزل الجراج. ده رقم واحد. شايفين الكرتونه دي كده؟ الكرتونه دي الصندوق العده رقم 2، مليان عده ومليان حاجات انا اصلا ما اعرفش نص اللي فيه ايه، فعايز اروقه وانزل بقى حاجات الجراج وترويقه كامله. دي عده، دي حاجات هتتصلح. نمر البي ام، النمر دي كانت معموله كربون على فكره، الله يرحمها، فن اربع اتنينات. فالسؤال الجميل هنا، انا عايز يوم كامل اروق الحاجات دي كلها، افصلها عن بعض، ارتبهم، حاجات تنزل في الجراج. الجراج نفسه عايز اصلا هيتعمل فيه رفوف، انا هعمل الكلام ده بنفسي. وقبل ما اعمل الرفوف في الجراج، فما دام هتشوفوا الجراج فلازم اوريكم العربيه طبعا الجديده الجميله في الجراج، فده فيديو تاني. ففي افكار كتيره متراكمه عندي، ولكن ده فيديو منهم اللي هو يوم من الاخر ترويق، بحيث ان انت لو اتفرجت عليه يمكن انه يشجعك برضو. اكيد كل واحد مننا عنده حاجة مركونة بقالها ايام، شهور، ان شاء الله سنة، سنين، وعايزة تتعمل بس ما جاش وقتها، مش متشجعة. فممكن تتفرج على فيديو زي كده يوم اي مثلا تاني يوم الصبح او في نفس اليوم، يقفل كل حاجة، يشغل موسيقى ويبدأ يعمل الكلام ده. فهل انت او انت ممكن تتفرجوا على حاجة زي كده لو انا عملتها؟ هل ولا مش هل؟ اوكي. فهي قمر تيجي معايا؟ يلا. الجو الجميل اللي احنا فيه ده، عندي مشوار كده في السريع لازم اعمله. استخبي الكاميرا. من اكتر الحاجات بجد المتعبه في البلد دي هو التقرير الضريبي، اسمه الشتويا اكليغوم. التقرير الضريبي ده يا معلم لازم بيتعمل كل سنه، سواء انت موظف سواء شغال حر زي فريلانس، يعني لازم كل سنه يا معلم تعمله. ولو ما عملتوش اول ما السنه بتخلص بيدوك فتره، يعني انت ممكن مثلا لو نفترض التقرير الضريبي بتاع 2023 المفروض اعمله خلال 24 او لحد شهر فبراير 25. تمام كده،
انا بقى في التقرير الضريبي بتاع 2021 المفروض كنت اعمله في 23، اتاخرت كتير جدا وكان هيجي عليا غرامه كبيره بقى ويخش على حساب البنك ويعملوا كنترول على الحاجات دي كلها. اتزنقت زنقه سودا. ليه انا بحكي لكم القصه دي؟ انا رايح حاليا احاسب المحاسب، انا رحت له بالظبط قبل الميعاد اللي هو الديدلاين يعني اللي مدهوني المكتب الفينانس امت مكتب الضرايب، رحت قبلها بيومين بالاوراق واتفقت معاه وظبطت الدنيا وقلت له اجيب لك الفلوس فوري على طول بس ايه انجزني. بصراحه الراجل قعد اليوم اللي انا رحت له فيه واليوم اللي بعده سهران، قعدنا نتكلم لحد واحده بالليل طبعا اي ورق عايزه ولا اي حاجه، وانجز لي الموضوع وبعت الورق في يوم الديدلاين بالظبط. يعني اليوم ده لو كان عدى وما كانش فيه ورق اتبعت طبعا كله بيتبعت اونلاين كنت انا هتفحت. يعني انا راح اديله فلوس. يعني ليه انا بحكي لكم القصه دي؟ علشان اقول لك ما تستناش خالص لحد ما يعدي عليك سنه وسنتين على التقرير الضريبي المفروض توديه. ايه الجو ده؟ المحاسب بتاعي بجد وراجل جديد. يعني بس انا عايز اقول لكم ان الراجل ده انا اول مره رحت له المكتب، ثواني بس عشان ما نعملش حادثه، اول مره رحت له المكتب الراجل ده المكتب بتاعه عامل زي عارفين الشباب النرد اللي هم بيذاكروا قوي اللي هم ايه الدحيحه، الراجل ده عامل كده بالظبط. دخلت المكتب عنده فعليا مفيش ربع متر فاضي الواحد يقعد فيه، اوراق في كل حته على الكنبه وعلى الترابيزه قدامه على المكتب ويمين وشمال، وراجل كبير كده مثلا بتاع 55 سنه 60 سنه، فانا عرفت ان هو ده الراجل المناسب يعني. ياما تقريبا انا هقفل اليوم على كده لان زي ما انتوا عارفين ان الجو بتاع المانيا كئيب جدا. يعني بصوا المنظر قدامي عامل ازاي، ده المنظر، امطار، لون رمادي قدامي، مفيش اي حاجه بجد مبهجه تشجع الواحد انه ينزل يعمل حاجه في الجو الرائع ده. فمش مشكله في بدايه الفلوجينج تاني كلاكيت تالت مره تقريبا. حلو قوي. سلام. الكاميرا كلها مية، انا كل مية، والفطر خلص. شكرا. شكرا.